نعتذر، ناخد هبه من اسكندريه عشان دي تالت مره تتصل. ناخد هبه. اتفضلي يا هبه. الو، اهلا بيكي يا هبه، اتفضلي. اهلا اهلا بحضرتك. جهاد، اهلا يا جهاد، اتفضلي. انا يعني مشكلتي معقده شويه، ويعني نفسي الاقيها حل. يعني ان شاء الله الدكتور هاني يلاقي لك حل، اتفضلي. انا كنت متجوزه، يعني كان يعني فضلت قعدت سنتين متجوزه، وبعد كده ما حصلش نصيب ان انا يعني اجيب بيبي او كده اهوت، وانفصلنا في هدوء جدا. احنا كنا بنحب بعض قوي يعني، بس احنا اتفقنا على الطلاق. وبعد كده هو سمع من الشغل عندي ان انا يعني فيه هيبقى فيه ارتباط تاني، وهيبقى فيه جواز تاني ليا. هو اول ما سمع كده اتجن، وبدا يعمل يعني تصرفات غريبه، ويشتمني على الفيس، ويشوه كمامتي في الشغل، ويعني بيعمل حاجات اول مره في حياتي ان انا ممكن اشوفها، ويتصل باللي انا المفروض ان انا حط يعني هتجوزه ده. انا عايز اسال سؤال بس، نقطه صغيره بس في المشكله. انت اتجوزتي سنتين، والسنه دي ما حصلش فيها نصيب للحمل، صح؟ سنتين. طيب، هو كان من احد الاسباب ان تؤهل الانفصال ان تاخر الحمل؟ لا، انا ايه اللي انت بقى؟ انا كان عندي مشاكل في ان انا يعني مفيش خلفه. الشخص الجديد اللي انت هترتبطي بيه موافق ان عندك مشاكل مش فيها خلفه؟ موافق ان انت مش... والمشكله ان هو عمل لي، ان هو طبيعي عمل لي مشاكل كتير جدا جدا جدا، وشوه سمعتي بطريقه فظيعه. طب انا عايز اسالك سؤال برضو، معلش. انفصالك عدم حب للشخص الاولاني ولا عشان كان موضوع الخلفه، او انت ما كنتيش قادره تكملي معاه، او اتسرعتي في اختيارك؟ لا، انا كنت بحبه وانفصلت منه وانا بحبه، وهو اللي كان عاوز الانفصال. احنا اتفقنا على، هم اتفقوا مع بعض بالشياكه، هو احترم رغبتي ان انا يعني ان انا مش هكمل. طيب، هو في حاجه، المشكله ان انا رجعت له تاني، يعني انا رجعت له تاني يعني من كتر اللي عمله، ورجع لي وقعد يقول لي انا عملت كل ده عشان، يعني انت رجعتي له تاني، اتجوزتيه تاني؟ اتجوزت تاني من بعد من يعني من كتر ما شفت منه، وقعد يقول لي انا صدقت، وقعد يقول لي انا عملت كده عشان خاطر بحبك، عشان خاطر ما حدش ياخدك. انا طب وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ عشان الوقت، كمل يا جهاد. وبعدين اللي حصل بعد كده ان انا وهو دلوقتي عايشين حياه يعني تقريبا كل واحد في حاله، خلاص هو نفس اللي هو عايز تاني يعمله، وانا رجعت له ومش لاقيه، ومش قادره ان انا احط فيه تاني، او مش قادره ان انا يعني حبه، يعني الحب اللي انا كنت بحبه مش قادر ان هو ارجعه تاني. خلاص بقى، خلاص. الحب مش هيرجع تاني. كل واحد بقى فينا في حياه، هو بقى ضامن ان انا خلاص بقيت معاه، وانا خلاص، وانا مش قادر ان انا اقف فيه تاني، خلاص. شكرا يا دكتور، هيرد عليكي. اتفضل. طبعا هي الحاله بتاعتها صعبه ومعقده زي ما هي قالت في الاول. ان هي كانت متجوزه، وبعد ما اتجوزت حصل انفصال لمده، بعد سنتين جواز حصل انفصال، واتفقوا بالشياكه لمجرد ان هو عرف ان هي هتبدا ترتبط بانسان تاني، وتبدا تعيش حياه جديده. فابتدى يظهر في الصوره تشويه سمعه، تشويه صوره، يكلم ده، يعمل ده، على اساس ان هو يرجع لها. ده انا بسميه جزء اسمه جزء من الانانيه. انت اناني. طب انت اتجوزتها ورجعتها تاني، انت قادر تسعدها؟ قادر تفرحها؟ ولا انت اتجوزتها عشان خاطر تحطها في البيت بين اربع حيطان وتقفل عليها، علشان انت كنت شايف من الاول ان الحاجه دي بتاعتك. ايوه، الحاجه دي بتاعتك، والطبيعي ان محدش يقرب من الحاجه دي. طب دلوقتي اقول لك حاجه كويسه. اتفضل. طبعا اتفضل. هي انا عارف ان هي مش هتستمر، ومش هتقدر تستمر، هي خلاص مش هتقدر تستمر. والعلاقه دي طالما وصلت في المرحله الاولانيه ان حصل ما بينهم انفصال، فالانفصال قادم، بس لازم حد من اهلها يعني يقف معاها ويسندها. انت عارفه الموضوع ده بيفكرني بايه؟ اي فندم. زي اللي كان متجوز واحده وما كانش بيحبها، لا هو قادر يساعدها ولا سايبها، ولا قادر يحبها. حلو. فاتطلقوا وخلاص، سابها. يعني حل يدفع عينيه بقى، حل يدفع. بعد ما اتطلقت ابتدت تفوق لنفسها شويه، اهتمت بنفسها وبصحتها وشياكتها، ارتبطت بانسان كويس قادر يساعدها ومتقبلها على هذه الظروف. بمجرد ان طليقها يعرف ان الحاجه دي او الانسانه دي هتتجوز او هترتبط، يبدا يظهر على مبدا ايه؟ ان انت بتاعتي، لا هتجوزك ولا هسيبك تتجوزي. وهي لما رجعت له واتجوزها، هو ما هي مش سعيده؟ ما يا جماعه، انا كنت بقول
مش شرط يعني اي اتنين اتطلقوا الاتنين دول وحشين، الاتنين دول مش قادرين يتوافقوا مع بعض، انتهينا. طيب ما ندي الفرصة للطرف من الاطراف يعيش حياته، وندي فرصة للطرف التاني ان هو يعيش حياته. ليه الانانية؟ ليه حتى الانانية بعد الانفصال؟ على فكرة رجوعهم، شوفي هو كان الاول سايبين بعض بشياكة، وسايبين بعض، هي بتقولك انا سايباه وانا بحبه، هو سايبني وهو بيحبني، دلوقتي بتكرهه، هيسيبوا بعض بالكره، لان هم مجبرين على هذه الحياة لمجرد ان هو احتياجه لهذا الشيء، امتلاكه لهذا الشيء، ان الحاجة دي بتاعتي. وممكن على فكرة يكون جايبها في البيت وحابسها ما بين اربع حيطان، وهو بيتعامل في حياته وعلاقات نسائية وحياته ماشية زي الفل. بس هو مش هين عليه ان واحده تروح لحد غيره، تروح لواحد تاني عشان كانت الشخصه دي بتاعته، او ان هو يتصور ان هي هتبقى مع انسان تاني. ما هو ده اسمه الانانيه اللي بتبقى موجوده داخل الجواز. يعني دائما يا دكتور الطلاق العاطفي له سبب، يعني ما بيجيش نتيجه مثلا ملل، ولا ممكن يجي نتيجه هو ملل. في جزء من الملل، هو في من احد الاسباب الرئيسيه الانانيه. كل طرف بيفكر في احتياجاته ورغباته بعيد عن الطرف التاني، مش بيفكر في الطرف التاني. وده شفناه وجالنا في مداخلات على فكرة. كل المداخلات اللي جات لنا النهاردة كل مشكلة فيها يعتبر سبب من أسباب الطلاق العاطفي. لو جينا كده خدناهم واحد اتنين تلاتة، كلهم أسباب الطلاق العاطفي. الحاجة الأولانية الأنانية، إن أنت أناني، ما بتفكرش غير في نفسك، ما بتفكرش تسعد الطرف التاني، ما بتفكرش، عايز ان كل حد الطرف التاني يرضيك بس انت مش ترضيه، عايزه يحبك بس انت مش تحبه، عايز يهتم بيك ويهتم بكل حاجه انت. الانانيه. تمام. الحاجه المهمه كمان عدم المصارحه. عدم المصارحه، انا لا بصارحك باحتياجاتي ولا انت بتصارحني باحتياجاتك، هنقف مع بعض في نقطه ازاي ونمسك في ايدين بعض، انا مش بصارحك، ما بقولكش انا محتاج ايه. يبقى الانانيه وعدم المصارحه. الحاجه الثانيه كمان، ما هو الفتور بقى في الحب، ما احنا قلنا ان الحب بيطلع لاعلى مستوى من القمه وبعد كده بيبدا ينزل. الزوجين بقى اللي هم مش هيقدروا ان هم يمسكوا في ايدين بعض ويحتووا بعض ويسمعوا مشاكل بعض، هيبدا المستوى ينزل تاني، يرجع لسالب زيرو الناحيه الثانيه. طب احنا ناخد سهير من شبرا ونطلع فاصل. انا يا سهير اتفضلي. سهير الو الو، خليني مع حضرتك. يبقى احنا دلوقتي عندنا الانانيه، عدم المصارحه ما بين الطرفين. أيوة. الملل والفتور العاطفي ما بين الزوجين. ثلاثة. الملل والفتور العاطفي بيقلب الحياه لروتين ممل مميت. هيدا ما تقيل، ياه ما تقيل، تحس ان الراجل مش طايق يرجع البيت، وهي كمان وتحس ان الزوجه قاعده في البيت بتقول يا رب يتاخر شويه عشان يرجع يبقى تعبان وينام. فخلت الحياه بقت روتينيه، خلت اتنين اصدقاء عايشين مع بعض ما بينهم اولاد. الحاجه المهمه كمان ان مش كل طرف مع اي مشكله بتحصل يظهر للطرف التاني ان انا مش متمسك بيك. توضحها اكتر ممكن؟ يعني حصلت بينا مشكله، هطلقك، اطلعي بره، يبين لها عدم التمسك بيها. عدم التمسك. احنا دايما بيوصل احساس للطرف الثاني ان احنا ننهي هذه العلاقه، والزوجه دايما تقول طلقني، طلعني من حياتك، انا مش عايز اكمل معاك، انت ما تطقش، الكلام اللي بيحصل. فبيبدا يبقى على طول في فعدم عدم التمسك أمان. عدم الامان وعدم التمسك ما بين الطرفين بيوصل العلاقه ان هي تبقى فيها طلاق عاطفي. احنا نطلع فاصل ونرجع تاني ونكمل الطلاق العاطفي.